على منطقه ثانيه، محاوله بالنسبه للزمالك. حازم امام شغال عليه كويس قوي الزمالك. حازم واحد وسط اثنين، عدي سريع جدا ما شاء الله. حازم امام يعدي جابه من وراه. حازم امام هيريح الراجل ده ولا ايه؟ بقوا ثلاثه. شوف بيلعبها منين يا ولد، لعيب خطيره جدا. ما فيش حد جاي، مش ممكن. عالم يلا الله الله، عبد الشافي فاكره وكان الاسبوع الاول من الشوط الاول. في وقت الكلام عن الزمالك يظهر عبد الشافي بهدف عالمي، اقل ما يقال عليه عالمي. انترناشونال جول، انترناشونال جول. الزمالك ب 40,000 متفرج، حراره المباراه عند عبد الشافي. انما برضه حازم فريق الزمالك هو من صنع الفارق والفوارق. واحد اثنين، دلعهم يا حبيبي دلعهم، متعهم يا حبيبي متعهم. بص شوف الكره العرضيه، بص شوف المتابعه الزملكاويه، بص شوف الفولو. فيرست تايم ولا في الاحلام، هدف درس درس درس. محمد عبد الشافي رجل كبير في هذه الليله. يا عيني يا عيني يا عيني، يسكت عصام عبده ليتحدث الغندور عن من سيصلح الشبكه في هذا المساء. ممتاز عبد الشافي، ممتاز محمد عبد الشافي، رائع جدا ولا في الاحلام هذا الهدف. يا ولد يا ولد، تريحه يا جماعه، الجول ده حلاوته في التريحه، الجول ده